طابت أوقاتكم. الحصيلة العربية تزداد في الأسياد بذهبية للكويت، ورصيد البعثة السعودية ما زال بلا ميداليات. أسطورة ليفربول الخالدة ستيفن جيرارد ضيف في المرمى. وفرق ثمن نهائي كأس الملك تكتمل، والقرعة تسحب في هذه اللحظات. السلام عليكم. تتواصل في الصين دورة الألعاب الآسيوية 19 والتي تستضيفها مدينة هوانغشو الصينية حتى 8 أكتوبر المقبل. وقفتنا الأخيرة بعدها نتابع في المرمى. قرعة كأس الملك الفيحة أمام الاتحاد، والنصر أمام الاتفاق، والهلال وجه الحزم في ثمن نهائي الكأس. حياكم الله. ختمت الأربعاء منافسات دور 32 لبطولة كأس الملك في السعودية. بطولة بالتزكية بعد انسحاب بقية المرشحين. الأخطاء الدفاعية واختيار المدافعين الذين يخطئون يبدو أنها هواية أهلاوية. عبد الرحمن العروان شكلها بلوحاته الدائمة. لقطة ختام وألقاكم.